سميها بروفة للقاء الغد، سميها محاكاة للقاء الغد، سميها تفاءلوا بالخير تجدوه، سميها زي ما انت عاوز تسميها. المنتخب المغربي الأولمبي يكتسح المنتخب الأرجنتيني برباعية مقابل هدفين، بداية مثالية لأسود الأطلس. أهداف أشرف حكيمي هدفين، هدف إلياس بن صغير، وهدف أسطوري تاريخي من سفيان رحيمي. قبل الدخول في التفاصيل عزيزي المتابع الجميل، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتحياتي لكم عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي العظيم والكبير. يبدأ المنتخب المغربي الأولمبي المباراة بشكل قوي للغاية، محرزا الهدف الأول في شباك المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 15 عن طريق إلياس بن صغير بعد مهارة ولا أروع سيسددها بن صغير أرضية زاحفة على يمين حارس المنتخب الأرجنتيني الأولمبي، معلنا عن تقدم الأسود 1-0. التعادل لم يتأخر، جوليان ألفاريز نجم المنتخب الأرجنتيني ورأسية قوية للغاية تسكن شباك منير المحمدي في الدقيقة 25 لتصبح النتيجة 1-1. أشرف حكيمي وتسديدة قوية جدا من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 35 يسجل الهدف الثاني لأسود الأطلس. بعدها أشرف حكيمي ومن ضرب الجزاء في الدقيقة 40 يسجل الهدف الثالث لمنتخبنا المغربي الأولمبي لتنتهي أحداث الشوط الأول 3-1 الأرجنتين. الشوط الثاني، المنتخب الأرجنتيني وفي بداية الشوط الثاني في أول 5 دقائق وبالتحديد في الدقيقة 49 يقلص الفارق عن طريق نيكولاس أوتوماندي من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة جاءت من ركنية للمنتخب الأرجنتيني. بعد القلق انتابنا كعشاق ومحبين للمنتخب المغربي الأولمبي، إلا أن سفيان رحيمي ومن تسديدة صاروخية عالطاير يسجل هدف الاطمئنان والهدف الرابع لمنتخبنا المغربي الأولمبي في الدقيقة 70 من عمر المباراة لتنتهي المباراة 4-2. إن شاء الله نتمنى سيناريو كهذا أو سيناريو أفضل أو أي سيناريو، المهم السيناريو ينتهي إن شاء الله بفوز منتخبنا المغربي الأولمبي ونفرح كلنا في مباراة الغد أمام الأرجنتين.